نسيني فهم هيا نسمع وينك يا اخي؟ شحني يا فنهميس. يلا تفضلي. قولي علي ان شاء الله. والله عمود العيله رامز. عن اذنك لحظه. حضرتك من الحاره؟ لا اختي، انا من حاره كرمين ايده له. يا ويلي يا بني يا ويلي. طولي بالك. يا ويلي يا بني. طولي بالك يا اختي، طولي بالك، قلنا لك عرضيه باذن الله. يلا يا اخي. شفتي شفتي شفتي. الحرارة بعدها عالية دكتور. تاخذي له حرارته كل ساعة. وهلا اعطيه ابرة سيتامول. حاضر دكتور. لساته عم يوجعك راسك حبيبي؟ شوي، بدي طول هون دكتور. اسبوع زمان لنطمن عليك منيح. والمدرسة؟ مو مشكلة، بنعمل لك تقرير طبي مشان الغياب. بعدين انت اكيد رح تحصل رفقاتك لأنه باين عليك قبضاي. ولي على أنت عليك بنيتي، ولي على طولي، ولي على أنتي. طمني دكتور. الحمد لله سليمة، فيك اسرب ايده وشبصنا له اياه. طيب دكتور وراسه ليش مربوط؟ لا لا هذا جرح بسيط، بس طالما حرارته مرتفعة مضطرين نخليه عنا كم يوم تحت الرقابة خوفا من الارتجاج. يلا عن اذنكم. اذنك معك، كتر خيرك دكتور. شلونك تقبلني؟ شو عم يوجعها؟ ولا شيء امي، بس فرصة الواحد ينام تخت لحاله. لك بدي افهم مين هالابن الحرام اللي طرقه؟ حرام فعلا ابن حرام. خد عمو، جبت لك الكتب مشان تتسلى بقراءته. كتر خيرك عمو. خير الله. ما بعرف شو بدي اعمل يا امي، تكون العرباية سرقت. عرباية شحة قدام البيت جاب رفيقك. كتر خيرك عمو. خير الله. رامز تسمح لي يعني استعير عربيتك كم يوم من هون لحتى الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالشفاء؟ على حسابك عمو. انت عمو ايش؟ انا اسمي غوار. ليش مو رفيقة؟ اعز رفيق. شلون ما بتعرف اسمه؟ لسه ما تعرفنا. هي الحياة حلوة بس نفهمها. توعي غوار. أهلين سيد غوار. أهلين يا الأمي. أنا رايح لعند رفيقي رامز، بتوصوا شي؟ هلا كنا عنده واخذت له اخواته كمان. ايه عال بتروح عن فيهم شنو؟ كل ما اروح لعنده بيقول لي غليان قلبي على اخواتي. يا ابر قلبي، مشان هيك اخذت له اخواته لانه دائما هاكل همون. اذا بدك هاتي ولا اخذ له مره تانية مشان تزيد الروحانه. لا كتر خيرك، بس ما بيخلوك تفوت لانه نحن طالعونا قال خلص وقت الزياره. لا انا بفوت خارج اوقات الزياره لانه ما بعرف امتى وقت الزياره، شنو ما معي ساعه يعني. يلا خاطري. الله معك. الله يبعد عنك كل مأزي. وينك سيد غوار؟ امر من حق عم تيجي بالليل تنام على العربيه؟ اي نعم، حتى ما حدا يسرقها، بكفي سرقوا لنا الغله. طالما العربيه مجنزره روح نام ببيتكم اريح لك. على كل مطرح ما بنام مو اريح من العربيه. شنو يعني بدك تقولي بيتنا كتير بعيد بحلب؟ نحن والله ما بعرف شو بدي اقول لك، كنت قلت لك تفضل نام عنا بس انت بتعرف. لا بعرف بعرف اختي ام رامز، فهمت عليكي، بيطلع علينا حكي بعدين. يلا مو اصول، ادعي لنا. والله عم بدعي لك ليل نهار على هالضبه اللي ضبيته اياها لتحسين. هذا واجبي لك اختي، بعدين مين إلي غيري ومين إلي غيرك؟ والله دائما بيقولها الله يخلي لنا اياك. المهم كيف رضاك عليه؟ الله يرضى عليه. بدك الحياة لك اختي، انا ما كنت عرفانه شغيك كل الهد.
هذه كانت كافسة عم نافسه خاله. نصيب لك بنتي، الدنيا كلها الاسم ونصيب. طول النهار عم بيركض ويفعي فعي، وين في أوضة فاضية بيروح لعندهم؟ أجركن ياها، أجركن ياها. روح روح، الله يطمنك مثل ما طمنتنا. يلا أمي. يلا. شو يلا أمي؟ ما بتروحوا بالعشاء؟ لوين عمتي؟ حضرنا العشاء. تقبريني بنت أخي غير مرة. يمين بعظيم ما بتروحوا بالعشاء، خلص حلفت. لا مرتخي ما بدنا نعذبكم. لا عمتي ما في عذاب، من حواضر البيت. معلش تقبريني، هلا بيجي تحسين ما بيلاقينا بيغلق قلبه. خلص هلا بابا بيروح بينادي له. ايه لك اختي، تحسين صار له زمان ما شاف مرت خاله وبنت خاله. ايه والله اشتقنا له. بلاها اخي، اصلا نحن كنا بزياره وما قلنا له انه رح نمرق لعندكم حتى ما يسمع الحديث. وهلا خلص الحديث منيح. ايه بده يسالنا، ليش ما قلتوا لي رايحين لبيت خالي؟ شو حكيتوا عني؟ هو اخي كثير غلبه خاله. خلاص عمتي قولي له خالك مبسوط منك كثير. خبريني ما بدنا نطمعه. خلاص تركوهن على راحتهم. غير مره منجيب تحسين ومنجي. يو في حدا بيطلع من الحدا بهالوقت بدون عشاء؟ الغرب ما بيعملوها. شو بكي انتي؟ يلا اودعناكم، كتر خيرك اخي. نحن طمعانين بانظارك على تحسين. ها انظار الرحمن ان شاء الله. ايه اختي امتى بتوعدونا بزياره ثانيه؟ قريب ان شاء الله. يلا خاطركم مع السلامة اختي. يلا بخاطركم على الخسينة مع السلامة. اخي جابوه اسعاف لنطمن عليه. روح فوت من باب الاسعاف. ما خلونا، قال اسعافه صار فوق. معناتها تطمن اخوك بالحفظ والصون. روح وتعا بكره وقت الزيارة واهلا وسهلا فيك. طيب ما نفوت كلنا، واحد بيطمن عليه وبيطلع، لا حدا يعذب حاله ويستنى. عمي دستور يا اخوان، دستور حبيبي، رجعوا لي عن الباب، رجعوا لي عن الباب. ممنوع الفوت يا عمي. عرف حالك مع مين عم تحكي؟ جديدة هاي. بعدين الله يرضى عليك، ولا إنسان بيدخل خارج أوقات الزيارة، مين من كان يكون. سمعتوا بإيدكم عمي؟ سكر لي الباب. يلا يلا يلا. وين يا سيد؟ نعم. وقت الزيارات انتهى من ساعتين. عندي علم بس انا مالي جاهز زياره لك. الى حاج من هون لمكان الحاج من جلال المباري، يعني اتصل فيه سيد المدير العام. نعم. عجبت تجي معه هون حسن تحسينات الدنيا فتلي على الندوم من قبل السيد الوزير. ايوه تفضل. شكرا. هاي بطاقتي، اذا كان لزمك اي شيء اتصلي فيه فورا. بطاقة فاضية، شو يعني؟ بدي يكون أنا. إيه وليش هيك لابس؟ مشان ما ينعرف، أمن سري. أيوه. طمنينا نورس. لا الحرارة كتير كتير طبيعية، وإذا بقيت هيك معناها الدكتور بكرة بيشوفه وبيخرجه. إن شاء الله. إن شاء الله. بعده راسك عم يجعك؟ خفيف. حبيبي رامز هذا من أثر الصدمة. بعدين بيزيد الوجع. نعم. لانه رامز طول الوقت حاطط هالكتاب وقاعد عم يدرس. عم بتسلى. طيب حبيبي بدك شيء؟ سلامتك. اذا بدك شيء جرس قدامك. ماشي يلا عن اذنكم. كتر خيرك نورس. عفوا. كتر خيرك. عفوا. الله يقدرني على مكافاتك يا عم غوار. لا هيك نزعتها. شو هيدي نزعتها؟ هلا نحن مو رفقة؟ وأعز؟ طيب أنا بنادي لك رامز، نادي لي غوار، ليش شي عمو؟ الاحترام واجب. أصبح عمو، بدك ما تأخذني، تأخرت بزيارتك اليوم، شني بعت حمولتين. الله يرزقك على أدنيتك. والقايل؟ يمكن كل رزق العالم ما بيكفي أدنيتك الطيبة. هلا إيه منا منا، هات لسمع لك، بس وينك؟ بدك تقول على مهلك، مش هلا حيتبع لك. هات لنشوف. البح. شو هي البح؟ البحتري. شنو مادين حرف الاح كتير ما وصلت لحرف الاد. البح هيك توري مزبوط. من هو؟ اخي مو عربية رامز؟ هاي هي. شو الكوم اللي عليها؟ بدي يكون ملفق بعض اليوم. لكان تعال شبرنا بتفاحة. امشي حرام عليك الزلمة معتر. المال داشة وشجع الحرامي على السرقة. راح ليك حرامي بزبنك. ايه
Ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Da-da-da-da-ba-ba-ba.